سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، هانيين، كلشي بخير. كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين نتوما؟ لاباس عليكم. اليوم غادي ندير معكم واحد الشكل في الحلوه بسيطه البنات، نشاركها معكم وتنتمنى يا ربي تعجبكم. بسيطه يا البنات، غادي ندير هاد الزبده، ما غاديش نديرها كامله، غنديرها بقياس، واللي بغى يذوب المقادير يضرب دوبها. هانتوما غنديرها من النص. غندير البنات جلجلان، دوزتو شويه في المقله، ودرت الكركاع، ودرت اللوز، واللي في المغرب يديروها 10 دراهم ويكونوا مخلطه صافي، وكاس ديال الزيت معمرش، وسكر كلاصي، هذه بلا بيض، والمشماش. هانتوما هذا غادي نرجع معكم، غادي ندوب بعدا سميتو. هانتوما غادي ندوزهم في الماكينه ونرجع معكم، وهانتوما معايا. بنات هانتوما صافي، راه طحنت هذوك، دابا غادي ندير هاد الزبده ذوبتها مع سكر كلاصي. لابس مزيان هانتوما، خرجوها قبل الثلاجه، خرجوها باش تذوب. دابا راه سخون الحال، هانتوما ندير الزيت. انا درت القياس، ولا بغيتي دوبلو المقادير دوبلو. عرفتي زوين البنات، راه كاين درت واحد الغريبه ديال القرفه، وهذه ما لقيت بان ندير، وقلت عرفتي دابا مع سخون الحال ما تيبغيش تاكل تشربيها واحد براد اتاي ولا قهيوه. وزوينه البنات، الطيه زوينه هكا، حيت هاكا صوف كيت ما لقيت ما ندير، وقلت والله تا نور ندير. انا تنشوف ما داكشي اللي تندير في داري تنوريه ليكم، ها تنكفلش على راسي كيك ما تنكفلش تفشي عليا. ايوا صافي، انا غندير دابا اللوز. هاهو كيرا زوين، و الطحينه البنات انا نوريكم، انا كاين طحين اللي تيشرب، كاين طحين على حسب. نديرها شويه، ما غنديرش بزاف، وندير دابا الجلجلان. هانتوما عرفتي زوين البنات، دابا ندير الكركاع، ديك النهار درتها بالبيض، دابا منديرش البيض، وصافي درت المشماش. هانتوما المغربي يدير 10 دراهم مخلطه، زوينه ماشي زعما في هاد كامل ما كتبونين. هانتوما دابا غادي نجيب الطحين، والطحينه البنات على حساب الخلاط. هانتوما ما ديروهاش قاصحه، تجي بحال الغريبه. وغادي ندير فيها شويه ديال الخميره البنات، ما غاديش ندير هذا، ندير الخميره اللي حتى هي الثانيه، ندير معلقه خميرة، ما غاديش ندير باش ما تصدقليش بحال الغريبة، فهمتي؟ أنا ما بغيتهاش تفلح. هانتوما تشوفو عادية، ديرها معلقة صغيرة صافي. هانتوما شتي، أنا فيها اللوز وسميتو تجي زوينة البنات، فنة ودوزة أتاي وساهلة صافي. وأنا ندير سميتو، غادي نجيب دابا الطحين ونغربلو ونشوف شحال تهز ليا. صافي داك ليا ديك الزبدة، شتي كي جات؟ هانتوما داكشي لي عندنا تنديرو البنات. هانتوما درت زلافة ديال الطحين، عادي نزيد
عندي هنايا انا كاين الطحينه تيشرب هذا راه زوينه الطحينه تندير انا الزريفه الثانيه ديروها من هنا ما تعلقوها ما والو بالجي تغريبه زوينه انا هاد المقادير اللي عطيتكم بحال الله عطيتكم دوبلو الا بغيتو دوبلو المقادير دوبلو باش تجيكم انا راني هانتوما انا غير كنزيد طحينه بزاف اصلا راه عطيتكم مقادير دابا صافي درت جوج ثلاثه ما نقدرش نزيد دابا باش ما تخسر ليش باش ندير دابا تخميره غندير معلقه باش ما بغيتهاش ندير معلقه ديال هانتوما بارك ما غاديش نزيد دابا ندير دوازاتاي هذيك العشيه قديمة هذه الغربيوات قلت لك الغربيوات مالك يا مينا صاد عليك الحال اللي قالت نعيمة البدوية هانتوما دابا غادي نجيب ديال الخميرة صافي دابا غنزيد واحد شوية ديال الطحينة البنات أنا أصلا عطيتكم مقادير في الأول بحال بغيتو دوبلو لكن انا درت جوج انا غندير شويه اللوز وسميتو هما اللي في المغرب هانتوما شتي غادي نزيد واحد شويه شتي غنزيد الطحين ضروري هانتوما الفنات هانتوما مدرتش بزاف صافي غادي نجمع هنايا بحال هكا صافي ما زدت والو زدت واحد شويه ديال الطحين قولي ثلاثه د السلايف لي نتوما غادي تشوفوا يمكن ميزانكم نجمعها وصافي ما نعلكها ما والو غنبغي تجمع ليا اصلا فيها كلشي الزيت داك اللوز راه مزيت والكركاع مزيت هانتوما انا باش عرفتها هانتوما شتي هانتوما غايبة يس نو انا عطيتكم دابا المقادير انا راه زدت شوية هانتوما طوبلو المقادير باش تجيكم زوينة البنات هاك شي شتي خاصكم ما تجيش قاصحه وصافي الا جات قاصحه انه ديك الزبده وهداك الشيء هانتوما ايوا صافي انا نوريكم الطريقه كتجي ولا ورجع معكم شتي هانتوما يا بنات والله الا قزت في الكرسي بالصطياله هانتوما درت هنا البيض ماشي صفر البيض ودرت هاد الكاوكاو الا قدتني هي ديك ما كدنيش عندي كاوكاو الاخر ليكم هانتوما البنات صافي جلست هانتوما القياس شتي القياس لي درت داك الشام ستيكيلي هانتوما شتي داكشي لي هزات ليكم هانتوما شوي بان ليكم غنديرها شوي صغيرة مانديرهاش كبيرة
داكشي صغير اول. ايوا صافي غنمشيو حتى هكا كتسخن عليكم الحال غير كما غير سخون الحال والله الا هنايا راه كنضرب هاد الشتا راه كاينه في الجنوب راه الناس مساكينه هاد تبروريها يا الواحد مسلمين مساكين ما عندهم الشمس وهنا نصارى الشتا هانتوما داكشي بشويه بشويه يصر لياش صافي نمشي بها الطريق و عرفتي البنات هادي زوينه الحوايج وسهله واقتصاديه يديرها المسكين وكلشي لا تستمر كلشي مسكين صراحه بحال الدرويش بحال اللي لاباس عليه كاملين غنمشيو نمشيو كفل الابيض نهار نموتو زادت لي دار شي فعيل زوين صافي هادشي اللي كاين ايوا نمشيو بهاد الطريقه الا ما بغاش ينزل لكم ديروا ليه بحال هكا كدوا عليكم بالك ديروا لان هاد حنا ماشي حنا عادي ماشي سبينيس ديال الحلاوي حنايا داكشي يعطيه الناس ديال هذا المجد هذاكشي اللي تنعرفو تنديرو الا ما عرفناش ما نديروش شتا شي تيتحرك من الزنزال جا يا حي انا كاينه في الطبلو تنقول ما الزنزال جا الزنزال جا في 2016 صافي هانتوما هانتوما الحلوة ديال مينا مينا بنت الشعب بسيطة إيوا نمشيو بحال هكا إن شاء الله إيوا هادشي لي كاين ختي والله إلا والله إلا هادشي تيتحرك تنصعب إيوا نمشيو بالقياس ما عندنا ميزان داكشي عادي علمونا والدينا نديروه صافي هكا إيوا بحال هكا بحال هكا وسير هكا شي يعطي الناس ديال صافي بحال هكا اختي صافي غنمشيو بحال هكا دابا ايوا حنا هانتو حلوة ديال النميمة تزلتي بدا صافي غنمشي بحال هكا باش منطولش الفيديو ايوا ورجع معاكم هادشي لي كاين وقبلوا عليا هذاك غنشي ندير باش ندير كل سلمي البنات ها جاي يا نور سلمي اليوم سلمي اليوم قلت اليوم سلام سلمي عليهم دابا في هذا الفيديو علاش
انا مالي غادي الميريكان، انا غادي ندير بخاصه ما تمنبلوهاش هكا شكل نهائي. راه البنات كيشوفوا فيك دابا، راه دابا درتي جوج مينوت. وي راني ما تبقاش تهضري تدخلي ماما، ها هو فيديو حتى ما كندير فيديو. ها هاي البنات. مامي تعطينو فاطمة موت بسم سم سم سم. راني غتمسحي كاع هذاك الشيء. لا لا هذا الفيديو نحطو يدير يا اختي موت بسم اللي قالت سميت انا عماد بدوي اللي قال اسامه في هذيك ستوري الانجليز قال موت 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 مسكين اللي تحقق اللي بغى شي امنيه يحققها. ضايله اسامه وسلطانيان تمشي عندو؟ ما مشيتش لميلان وكون مشيت عندو اسامه شي يقول لا اسامه اسامه شي حاجه ما عقلتش على اي بحال البنات البنات هي الحلوه عرفتي البنات هانتوما شويه تحمر لي داك اللوز فين شويه غتشوفوا واحد جوج حبات ثلاثه الحبات واقيلا اربعه سالا ليا سميتو ايوا درت كملت بهذاك سميتو غادي باش ما عطى الله داكشي اللي عندكم في الدار يلا نخليكم وقبلوا على الحلوه ديالها غتبان لكم واحد الكيكه درتها درت داكشي بالزربه ضربوه فيها النص هانتوما شتي ضربو فيها النص صافي وهادشي اللي كاين وشكرا بزاف وما تنساوناش من لايكات 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 الكومونتير الزوينين طلعوا عافاكم مشاهد او طلعوا ايوا اللي عافاكم عافاكم قلت لكم عافاكم عافاكم مول التكشيطه ديروا اللايك ديروا اللايك راه ما تتخلصوش عليه ديروا اللايك اللايك راه ما تنتخلصوش عليه تنتخلصوا على المشاهده. يلا نخليكم تنضحك معكم واللي بغى ربي هو اللي كاين ولا تحقق لا بغيتي توصلي شي حاجه توصليها ان شاء الله بجهد الله سبحانه وتعالى. يلا بسلامه عليكم.